إن كل من يضع حجراً في سبيل تشييد بناء حتى لو كان جدار صغير يمكن أن نطلق عليهم أصحاب المقام الرفيع. أنا كل اللي بفكر فيه الوسط اللي أنت هتعيش فيه. انسى موضوع الوسط ده تماما، انسى كل حاجة إلا إني بحبها. شريف، شريف مش يمكن لما تشوفها تغير رأيك؟ طيب اديني فرصة ألاقي الوقت المناسب. مشيرة تاني يا شوقية؟ بقولك ايه؟ أنا عايزك تشوفي شريف ونجوى، يهمني قوي إن انتوا تعرفوا بعض. ومال، بس المقابلة دي بقى لازم تكون عندي في البيت. لا ما أعتقدش، أنا أفضل إن هما يجوا يشوفوني عايشة إزاي، يعرفوا عني كل حاجة على الطبيعة، ولا عندك مانع؟ شوقية أنت ليه بتصعبي الأمور؟ ما تخلي كل حاجة تمشي على الهادي. أنا شايف إن احنا نروح نزورهم في البيت. إزاي تقولي كده يا فؤاد؟
عاوزني انا اللي اروح اعرض نفسي عليهم عشان يعينوني ويتفرجوا عليا ويا اما يوافقوا عليا او لا. اسمع يا فؤاد، انا اترفضت مره قبل كده، لو انا غاليه عندك ما تخليهاش مرتين. انت ليه مكبره الموضوع؟ شريف ده اخويا، يعني مش هيجرى حاجه لو رحنا عنده. لا يا فؤاد مش هينفع، يعني مش هينفع. طب لو اترجيتك وقلت لك عشان خاطري؟ بعدين معاك بقى عشان خاطر تديني فرصه افكر. يلا بينا بقى، انا عايزه اقوم. حاضر. طب بس ايه دي كده يا ست الكل وفهميني. اهلا، ازيك؟ مش قادره اصدق اللي قالهولي. عاوزني انا اروح اعرض نفسي على اهلي، اهو ده بقى دليل انهم مش موافقين بيا، وهو اللي عاوز يفرضني عليه. خس عليك يا ست شوقي، انت ليه خدتي الموضوع بالشكل ده؟ بقولك ايه يا حبيبتي، هم الجماعه الزواد دول كده ياخدوا الامور دي طبيعيه، وبعدين انا متاكده ان الاستاذ فؤاد مش قصده يضايق، وانا بقى مش اقل من اي واحده فيهم. يا سلام، هم طالعين فيها قوي كده على ايه يعني؟ بقولك ايه ست شوقي، احنا يعني لازم نودي شويه لريح، وبعدين الاستاذ فؤاد من مصلحته ان هو يعرفك بعيلته. انت عارفاني كويس يا بدريه، انا عمري ما رجعت في كلمه قلتها، مش هروح لاهله حتى لو هخسر فؤاد. من باقي يا دكتور حكيم اللي انت احسن دلوقتي، هو اللي حصل ان الضغط نزل فجاه. بس انا عندي صداع فظيع يا دكتور، الم هيفرتك دماغي. ان شاء الله هتبقى كويس. استاذن حضرتك، في صديق طالب يشوفك. اتفضل يا فندم. يا دكتور حكيم، ايه الاخبار؟ مش احسن دلوقتي؟ الحمد لله، بس عندي صداع فظيع قوي. انا اسف على كل اللي حصل. ما تقلقش يا دكتور، هنجيبهم. المساله مساله وقت مش اكتر. هاشم بيه، انا كنت رافض الفكره من الاصل، ما كانش المفروض اتماشى معاهم حتى لو كان ده بالاتفاق معاكم. كنت حاسس ان اللي انا بعمله ده ريسك فظيع، مخاطره ومش محسوبه كويس. مش محسوبه؟ دي محسوبه جدا يا دكتور حكيم، لسبب واحد، ان هي دي الطريقه الوحيده اللي وصلتنا لحصر المجموعه اللي اتسرقت. ايوه يا فندم، بس انا انت ايه يا دكتور حكيم؟ انت نفذت المهمه اللي اتحددت لك بالظبط، وسلطان نفذ التعليمات اللي احنا قلناها له واتفقنا عليها بالظبط، فما تقلقش خالص يا دكتور حكيم. انت عندك ثقه في دليله؟ دليله عمري ما شفت منها اي حاجه. حتى لو قلت لك انها هربت ومش لاقينها؟ هربت؟
برافو برافو نيرة، برافو يا اولاد، برافو نيرة، برافو يا اولاد. نيرة تعالي. هيا هيا نيرة. دي اول مره تقول لي كده. الاستعراض الجديد ده انا عندي امل كبير انه هيعمل ضجه. انت كنت فين من زمان؟ مالك يا شامل وليه نظره الحزن اللي في عينيك دي؟ خايف، خايف يجي يوم ما الاقيكيش قدامي. احنا ما بنتقدمش ولا خطوه. انت لازم تصمم على موقفك، لازم يفهموا ان مفيش اي حاجه في الدنيا ممكن تفرقنا عن بعض. ما تقلقش يا شامل، مفيش اي حاجه في الدنيا ممكن تفرقنا عن بعض. بس اليومين دول بابي ظروفه مش طبيعيه، وانا مستنيه الوقت المناسب اللي اقدر اكلمه فيه. انا مش عايز احس انك ضعيفه، عايزك تفرضي ارادتك على كل اللي حواليك بما فيهم والدك، فاهمه؟ ما تقلقش يا شامل، انا ما اقدرش اعيش من غيرك. ولا انا. انت ما تعرفيش انت بقيتي بالنسبه لي ايه. انت بقيتي كل حاجه في حياتي. الو 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 الو. برضو ما حدش بيرد. ايوه هي، انا متاكده انها هي. لو اعرف بس هي مين دي. انا بقى ابتديت اعرف هي مين. انت بتتكلمي جد؟ مين؟ فاكره سكرتيره عماد هايدي؟ هايدي؟ لا في الحقيقه ما اخدش بالي منها. اللي رقصت بلدي في عيد ميلاد شريف. ايوه 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 افتكرتها. مش ممكن يا نجوى تطلع هي دي قد نيره. ما هي دي مشكلتنا دلوقتي. صدقي لو اتاكدتي ان هي ده انا امسكها ابهدلها. اوعي اوعي يا هيام تعملي كده. شريف مش لازم يعرف اني عارفه حاجه، لان لو عارف ان انا عارفه وجدته لازم اطلب الطلاق. ايه الكلام الفارغ اللي انت بتقوليه ده؟ طلاق ايه؟ انت اتجننتي؟ تليها نزوه عبيطه وهتمر. ناكل اوعي تجيبي سيره الطلاق على لسانك لو سمحتي. انا هتجنن، هتجنن يا هيام. بقى الشريف اللي انا اعرفه ولا الشريف اللي حبيته؟ عارفه يا نجوى ايه اللي هيجنني؟ ان الراجل مسموح له انه يغلط ويعمل اي حاجه في الدنيا، لكن لو الست عملت نفس الحكايه تبقى مصيبه. ايه فلسفه؟ مش عارفه اعمل ايه، مش عارفه اتصرف ازاي. لو اتاكدتي ان هي قولي لي وانا اتصرف. وانا اوعدك يا حبيبتي همحيها من الوجود. فاهمه يعني ايه همحيها من الوجود؟ مش قلت لك انه مش جاي وكمان قافل موبايله؟ يا ست ما تقلقيش، اكيد عنده شغل في العياده. مراد ما راحش العياده النهارده يا مدحت. مراد ابتدى يبعدني عنه. وافرض ان ابتدى يبعدك عنه، لسه قدامك حياتك ومستقبلك. يظهر فعلا ان انا ابتديت افقد. استني بس، انا مستعد. مستعد؟ مستعد لايه يا مدحت؟ هتقول له يحبني بالعافيه ولا هتقول له يغفر لي موقفي معاه؟ انا حقيقي غلطت، بس ما كنتش اتوقع ان العقاب هيبقى بالشكل ده ولا بالصوره دي. في اخر مره اتقابلنا كان بيبعد عينيه عني زي ما يكون قلبه رافضني. أنا مش لازم أستنى بعد كده ولا يوم، أنا لازم أسافر. لا أنا قصدي لسه قدامك وقت. إنجي إنجي
لأي حد يتمناك. بلاش تستعجل، سيب الأمور تمشي على طبيعتها. مساء الخير. أنت كنت فين؟ كنت عند مراد. اوعى تفتكر ان مش حاسه باحوالك المتغيره، والوضع ده مش هيفضل كتير بالشكل ده. وضع ايه؟ انا مش فاهم حاجه. لا ارجوك ارحميني. ما بتردش ليه؟ مين على الخط؟ نمرة ما اعرفهاش. انت متأكد؟ الله، انت جرالك ايه؟ بقولك نمرة ما اعرفهاش. شريف، انت مش مخبي عليا حاجة؟ يوه، دي ما بقتش عيشة دي. بقولك مش مستحمل اي حاجة، ما تحاولي تفهمي بقى. لا، من ناحية الفهم انا فاهمة كويس اوي، وبعد شوية هفهم أكتر. وانت ازاي تدخلي فاروق اخوكي في موضوع الارض؟ ازاي تسمحي له يجي يكلمني في موضوع الخمسين فدان؟ ازاي انا قصدي تخلي اللي بيني وبينك في الشارع كده؟ شارع ايه؟ شارع ايه يا كمال؟ ما تنساش ان فاروق ده اخويا وبيخاف على مصلحتي. ولو ده ما يدلوش الحق في كده، ما يدلوش الحق في انه يكلمني في موضوع الارض. يا نصدي انا مش صغير، عيب التصرفات دي، عيب. انا بحذرك. هي حصلك كمان ان انت تحذرني؟ بقولك ايه، انا سايبه لك البيت وماشيه. اللي بتقوليه ده عيب. ارجوكي قدري موقفي يا بنت الناس. قدره انت لوحدك، انا خلاص زهقت، ما بقاليش عيشه معاك، فاهم يعني ايه زهقت؟ انا سايبه لك الدنيا كلها وماشيه. يوه، بقت حاجه تقرف. تروح فين يا نصر؟ ماشي ماشي، وسايبالك البيت عشان تشبع بالارض انت واخواتك، وتشبع بالفيوم كلها. ولعلمك انا مش عايزه منك حاجه، ولا عايزه اي علاقه تربطني لا بيك ولا بقلت المنستيرلي. ما ينفعش اللي بتعمليه ده يا نصلي، ما ينفعش. لا ينفع، لما يبقى عندك شخصيه وتقدر تاخد موقف لوحدك، يبقى تعالى خدني من بيت اخويا يا كمال بيه يا منستيرلي. ما تغلطيش يا نصلي. انا ما بغلطش، هي دي الحقيقه. اخلصي، وكلمه واحده زياده مش هيحصل لك. طيب هتعمل ايه يعني؟ انت اصلا ما تقدرش تعمل حاجه، عارف ليه؟ لان انت بني ادم ضعيف، فاهم يعني ايه بني ادم ضعيف؟ اخرجي. احنا دلوقتي بندور على دليلة، ولو وصلنا لها هنلاقي حاجات كتير قوي. البت دي لها دخل كبير قوي في اللي حصل. تمام يا فندم، كلام سعادتك مظبوط يا فندم. والا يا فندم ما كانتش هربت. لا، دي هربت عشان خايفه من مواجهتهم، لانها حست في اخر لحظه انها انكشفت. على العموم اطمن يا فندم، ما تقلقش، احنا مستمرين في البحث عنها يا فندم، وقريب قوي هنلاقيها يا فندم، ما تقلقش يا فندم.
طيب سعادتك تؤمر بحاجه تانية يا فندم؟ لا 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 اتفضل انت. شكرا. طب على اذنك يا فندم. اتفضل. انا طبعا كنت هكلمك بس كنت متاكد ان رحاب اكيد اكيد هتبلغك. دكتور حكيم انا مش عايزك تتعب نفسك في الكلام ده، هم اكيد هيلاقوهم. المهم انت تخلي بالك من صحتك. دكتور حكيم لو المساله محتاجه لمحامي على فكره انا اقدر، ده انا اجيبه في ثانيه. محامي ليه يا رامي؟ هم ممكن يجولي التهم. التهم بايه؟ انت اللي حصل ده مالكش اي ذنب فيه، وهم اكيد هيدوروا عليهم ويمسكوهم. وبعدين انت اللي عملته ده كان في خدمه البلد، ودول ناس خانوا البلد، اكيد هيلاقوهم اكيد. انت لو ما كنتش عايز تشوفني ما كنتش جيت دلوقتي. انا جيت عشان اقول لك تبطلي تطلبيني على الموبايل صبح وظهر وليل، انت كده بتحرجيني. انا مش قصدي احرجك، انا بتجنن لما ما بتردش عليا. احيانا ما بردش عليكي عشان ما ينفعش اني ارد، حاولي تفهمي بقى. وانا مش قادره ابعد عنك. ليه مش قادر تفهم دي؟ شريف انت اليومين دول بتبعد وانا بموت من غيرك. انا مش عارفه انام، مش عارفه اشتغل، انا عايشه عشانك. ليه ما تقوليش ان انا ببعد عشان مش عايز ارتبط بيكي اكتر من كده؟ هايدي انا قلت لك قبل كده انا ليا نظام حياتي ومش مستعد اني اغيره. ما تغيروش، نتجوز من غير ما اي حد يعرف، ان شاء الله عرفي، بلاش عند مأذون تاني. احنا سبق اتكلمنا في الموضوع ده وقلت لي الجواز مش هيحصل. شريف انت كده بتضيعني. ما تقوليش كده، انا عمري ما بفكر اضيعك. اقصد اقول ان سلمى مصممه انكوا تيجوا تقعدوا معانا. بمنتهى الصراحه انا قلقان عليكوا جدا وهي كمان قلقانه. انا ما اقدرش اروح اعيش في البيت ده تاني، ما اقدرش، ما اقدرش اروح اعيش في البيت اللي كانت طول عمر ماما عايشه فيه. مش عارفه، مش متصوره ان في واحده ممكن تحل محلها في بيتها. انت قلقان من ايه يا بص؟ كل حاجه هنا ماشيه زي الساعه بالظبط، احنا كويسين قوي وما عندناش اي مشاكل. مش عارف بس انا مش متخيل ان انا اعيش في ناحيه وانتوا تعيشوا في الناحيه التانية. حضرتك ما قلتش الكلام ده ليه من الاول؟ ليه جاي تقوله لنا دلوقتي؟ صفاء ارجوكي ما تصعبيش عليا الامور اكتر من كده، انا محتاج لكم جنبي. ما برضو ما يصحش تبقى عريس جديد كده ونطب عليك زي القضم مستعجل. ما تقولش كده، انت عارف كويس جدا ان انتوا اغلى حاجه في حياتي، وعلى العموم ده اقتراح سلمى. صفاء أرجوك فكري في اللي أنا بقوله ده. فكرت كويس قوي يا بابي وقررت مش هرجع تاني في قرار. يعني إيه؟ رفضوا؟ بصفة مؤقتة. أعتقد إن الموضوع ده محتاج لزيارة منك بقى. قوي قوي يا حبيبي، مش أنا قلت لك من الأول إنه كان لازم تتفاهم معاهم؟ وليد مفيش معاهم مشكلة، مشكلة في صفاء، صعب إنها تاخد قرار. بص أوعدك إني أنا هعاملهم زي ولادي. ولادك؟ ولدك انت ايه بس يا جميل يا صغير يا مقطقط، انت لسه بدري عليك قوي على الكلام ده. على العموم سيبيهم وهو مره مني مره منك اكيد هنوصل اللي احنا عايزينه. تاكد يا عماد انا مستعده اعمل اي حاجه في الدنيا، اي حاجه بس علشان اساعدك. انا متاكد يا سلمى، متاكد. ميرسي يا مدحت. علي يا انجي. انك فكرت تخرجني النهارده. يظهر ان وجودي هنا بقى عبء على مراد. انا مش عايزك تفكري في اي حاجه ابدا، كل اللي عايزك تفكري فيه انك ازاي تتفسحي وتتبسطي. قد ايه انت رقيق، بس يعني انا مش عايزه اتعبك معايا. اوعي تقولي كده يا انجي، انا كل اللي يهمني ان اشوفك مبسوطه. عايزك تعرفي ان الدنيا ما بتديش كل حاجه، احنا بنحاول نستمتع بالجزء اللي احنا عايزينه. مدحت انت متجوز؟ للاسف نسيت، الدنيا خدتني، عملت الماجستير وبعدين الدكتوراه وبعدين انشغلت بالعياده والمستشفى. ونسيت تتجوز؟ ونسيت اتجوز. في مصر هنا بيقولوا ان كل شيء اسمه ونصيب، انت بتؤمني بده؟ اكيد اكيد يا مدحت. حضرتك عايزه حاجه قبل ما امشي؟ لا ميرسي يا مهي. تصبحي على خير. بقول لك ايه؟ ما تباتي معايا النهارده. ما ينفعش، انا ما قلتش للست علي وهي ما يجيلهاش نوم ابدا الا لما انا اروح لها. ايه خايفه تنامي لوحدك؟ خايفه ده ايه؟ انا ما بخافش. انا عارفه يا رب ايه اللي بيحصل،
يبقى البيت عندنا طويل عريض وكل واحده منكم قاعده لوحدها؟ ده زمن ايه ده بس يا ربي؟ انت هتديني درس؟ خلاص روحت، تصبحي على خير. وانت من اهله يا حبيبتي؟ الو الو، لا بلاش عليها دلوقتي. وطبعا نجوى زمانها نامت. مراد، انا هيام. ايوه هيام. انا صحيتك من النوم؟ لا 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 انا صاحي. إيه انت خايفه ولا ايه؟ بس مش هيبقى متاخر قوي كده. طيب 10 دقايق وهبقى عندك. باي باي. تحبي تروحي فين؟ اي حته زي ما تحبي. مراد انا حاسه ان انا بتخنق. مع الخنقه اللي انت حاسه بيها دي هتستمر طول ما انت قاعده لوحدك. هيام انت قرارك كان غلط، ممكن تتراجعي فيه في اي وقت.
انا حاسه ان انا بموت ببطء. الشر عليكي. مش احنا اتفقنا ان احنا هنعمل حاجه يعني تبتدي ترسمي مثلا؟ حتى ده مش قادر عليه. عشان تفكيرك مشتت طول الوقت، مش عارفه توصلي الحل. تعرفت ان حمدي كلمني من يومين وعايز يرجعني؟ ده يبقى انتحار بالنسبه لي. مش قادر يستوعب لحد دلوقتي ان انا طلقت منه غصب عنه. ممكن تسيبك بقى من حمدي ده ونفكر احنا هنعمل ايه. انا عن نفسي مش عارفه افكر في اي حاجه. يا ريت انت اللي تفكر وانا اسمع كلامك. ده جديد ده. انت عارف ان انا بطمن لك. وانت عارفه ان انا دايما بحب اطمن عليك. كلمي هيام تطمني عليها بدل ما انتي قلقانه كده. قلقتيني معاكي. انا مش قلقانه على هيام، قلقانه على ابوكي اللي ما جاش لغايه دلوقتي وقافل الموبايل. ما يمكن عنده عشاء بره ولا حاجه. مش في حاجه اسمها تليفون يتصل بيه يعتذر عن العشاء؟ ده خلاص بقى يتصرف زي رامي بالظبط. بس على الاقل بقى رامي لما بعوزه بلاقيه. اقول لك يا مامي، انا هكلم هيام اطمن عليها. ممكن اكلمها؟ ما اعرفش يا نيره، اعملي اللي انتي عايزاه ما تسالينيش. انا خلاص ابتديت احس ان كل اللي حواليا اغرب عني. في البدايه رامي، وبعدين هيام، وادي ابوكي. ويا عالم انت هتحصليهم ولا لا. زي ما يكونوا رافضين الحب، رافضين الرعايه، كارهين الاهتمام. وانا ما اقدرش اعيش من غير الاحاسيس دي. مامي، كل واحد دلوقتي بقى يعيش حياته، انتي كمان لازم تعيشي حياتك. ده تعبير سخيف محبش اسمعه منك انتي بالذات. انا حاولت ان احنا كلنا نعيش مع بعض، معرفتش. حاولت اخلي البيت ده البيت الكبير، مقدرتش. ودي في الاول مراد مشي، وبعديها ايام. ويا عالم مين هيبقى التالت. نجوى، أنا عارف إن أنا بمر بحالة مش عادية اليومين دول. وأنا الأول مرة بقول لك إني مش قابلة الحالة دي. كفاية عليا 20 سنة قلق،
20 سنة مشاكل. أنا كمان لي حقوق لازم أحافظ عليها. نجوى أرجوكي، أنا عايزك تسمعيني. أنا اللي محتاجة لك تسمعني دلوقتي. ده طول عمرك عندك مشاكل مع كل اللي حواليك، وأنا كنت معاك في المشاكل دي جواك. أنا عمري ما فرقت في مشاعري بين إخواتك وإخواتي، بالعكس أنا كنت بهتم بيهم أكتر، لأن هي دي حياتي ولازم أحافظ عليها. أنا كنت بشاركك دقات قلبك مع أي مشكلة لأي حد فيهم. طب وهو إيه بس اللي حصل؟ اللي حصل ان السنين جريت وحياتي انا اللي ابتدت تضيع قدامي. حتى ولادك حسوا انهم بقوا نمره اتنين في حياتك. انت لازم تفهم ان بيتك هو حياتك، وانك مش هتفضل العمر كله واصي عليهم، ولا تبقى الوحيد الآمر الناهي لحياة كل اللي حواليك، واحنا نبقى على هامش حياتك. انا رافضه ابقى على هامش حياتك. وهي فين الوصايا دي؟ ما هي خلاص فعلا انتهت. هما اخواتي فين دلوقتي؟ هما اللي نهوها مش انت. للاسف ده اللي تعبك. انت ليه مش قادر تحس انهم كبروا وسلطاتك عليهم خنقتهم؟ خلاص ابتدوا يتحرروا واحد ورا التاني، ما سابوليش غير قلقك وعذابك. يا أنا ما كنتش متصور إن هي دي مشاعرك ناحيتي. أنت ليه متصور إني أنا الوحيدة اللي مش من حقي أتغير؟ وإني ممكن أستحمل كل الضغوط دي وأسكت؟ أنت ليه متخيل إني مش من حقي أصور على حياتي؟ ليه؟ ليه يا شريف؟ انتي انا بتنفس من خلالك. انتي السند الوحيد ليا في الدنيا. السند ده ابتدى يتكسر. خوفي بعد شويه ما تلاقيهوش يا شريف. أرجوك اعمل حساب اليوم ده. Thank you.
هعمل ايه في ايه؟ في ايه ان شاء الله؟ انت كده بتعذبها معاك؟ انا عمري ما قصدت ان انا اعذبها، وبعدين هي مش قادره تفهم ان ارتباطي بيها بقى مستحيل. يبقى لازم تواجهها وتقول لها الكلام ده. ما تتصورش يا مراد هي صعبان عليا قد ايه. انا كنت فاكرها اذكى من كده. الحب بيلغى اي ذكاء يا مراد. وبعدين هي جايه مصر وعندها امل كبير جدا انك هترجع لها. مدحت الموضوع ده انتهى بالنسبه لي. يبقى لازم تقول لها وتفهمها. اديها يا اخي فرصه تعيش حياتها. هو في ايه يا مدحت؟ هو سؤال واحد يا مراد وتجاوبنا عليه. انجي انتهت بالنسبه لك؟ تقدر تقول كده. ايوه يا رحاب. انت فين؟ مال صوتك؟ لا مال صوتك؟ لا في حاجه. طيب يا رحاب انا جاي لك دلوقتي حالا. سلام. مالك يا رب؟ في ايه؟ مش عارف. مش عارف يا ماما. رحاب، رحاب صوتها وحش قوي. مش مطمني. انا مش فاهم في ايه. اكيد في حاجه حصلت. حاجه زي ايه يعني؟ مش عارف. مش عارف. بس انا مش هسمح لاي حاجه في الدنيا انها تاخدها مني. مش هسمح لاي حد انه يخطفها مني. طب اهدى بس، اهدى يا رامي. وروح لها دلوقتي وسيبني افكر. ماشي. هذا هروح لها. احاول. احاول. ايه ده؟ رامي ده اللي خرج؟ ايوه. ماله كان بيزعق كده ونازع الباب؟ رامي عنده مشكلة ولازم نلاقي لها حل. إذا كنت بتتكلمي على مشكلة رحاب أنا ما عنديش أي حل. ما أنا بقول لك لازم نلاقي لها حل. أنا مش مستعدة أتخلى عن ابني. وأنا مش مستعدة أحط إيدي في إيد الجزائري. ما تخليش الولد يخرج عن حدوده. ويتصرف تصرف لنا ولا انت نعرف نتيجته ايه. هيتصرف هيعمل ايه يعني؟ هيروح يعمل زي عم عماد ما عمل؟ معرفش، بس الضغط يولد الانفجار. وانا مش عايزك تضغطي عليا اكتر من كده، قلت لك قبل كده ده طريق مسدود. اضغط عليك؟ انا مش مستعده اتعس اي حد من ولادي. انا اللي هتصرف. هتتصرفي؟ تتصرفي تعملي ايه؟ اللي هشوفه في مصلحة ولادي هعمله. ولا ما تبقى تفوق لنا يا شريف.